مباراة الأهلي أو مشوار الأهلي، مباراة الأهلي القادمة أو مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية، الناس قلقانة خايف من أداء في بطولة أفريقيا، كانت الناس متوقعة أفضل من كده للنادي الأهلي، لكن النادي الأهلي بيعرف يتعامل مع كل مباراة إزاي. هل إيه اللي وصل للعيبة دلوقتي في غرفة خلع الملابس، مباراة الهلال ومباراة مصرية ولا بديل عن التعادل أو الفوز للصعود للمباراة القادمة، وصعوبة المباراة والشحن اللي موجود اللي احنا شايفينه؟ بص يا كابتن، الحمد لله ما احنا بنعرف نفصل كويس جدا، بس طبعا يعني حضرتك عارف احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش في الدوري وبنلعب في افريقيا، في ضغط جامد علينا يعني عامه على الفرق اللي بتلعب افريقيا بتلعب دوري، بيبقى وقت الريكفري قليل جدا، زائد ان احنا كمان بالاخص النادي الاهلي احنا كلنا شغالين كويس جدا وبنحاول ننفذ اللي بيطلب مننا، واحنا لحد دلوقتي ما مسكناش حاجه في ايدينا كابتن هيب، يعني احنا ماشيين كويس وبنكسب في الدوري وماشيين كويس في افريقيا، بس احنا ما مسكناش حاجه في ايدينا، يعني احنا ولا خدنا دوري ولا خدنا كاس ولا خدنا بطوله افريقيا. ايوه عشان كده كل اللعيبه لا عندها حرص ان احنا لازم من ماتش لماتش بنفكر في ماتش، ما بنفكرش ان مثلا عندنا 3 4 ماتشات مع بعض، لا دايما بنشتغل على افريقيا، بتخلص افريقيا بنقفل الصف ماشيين بكده وبخطى ثابته الحمد لله، نتمنى التوفيق، مفيش حد بيأثر خالص وكلنا من اصغر لاعب اكبر لاعب نتمنى ان احنا نحقق بطوله افريقيا ونحقق طبعا بطوله الدوري، لكن طبعا نتمنى التوفيق، ممكن هو ده اللي ينقذنا في بعض اوقات في افريقيا. يعني المباراه اللي جايه صعبه؟ مفيش مباريات صعبه، واحنا كل ما تطلب بنلعب على الفوز، طبعا لما دايما حاطط لنفسك هدف ان تلعب على الفوز ده بيبقى الموضوع صعب، بيحتاج منك تركيز عالي جدا، محتاج منك شغل جامد جدا، محتاج ان انت بتحرم نفسك من حاجات كتير جدا، عشان كده مفيش حاجه سهله يا كابتن مهيب، وزي ما قلت لك انت بتلعب 3 ايام ماتش، يعني مع افريقيا دي تبقى صعبه شويه، لكن الحمد لله يعني زي ما بقول لك احنا عندنا عدد كافي من اللعيبه وان شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع بالمكسب ان شاء الله. طيب نرجع بالمكسب ان شاء الله. وصل اللعيبه ايه مباراه الهلال؟ يعني مباراه الهلال بالنسبه ليكوا بعد يعني الكلام مباراه صعود يا كابتن مهيب، مباراه صعود، احنا ما بنفكرش في كلام حد، احنا دايما عارفين اللي مطلوب مننا وبنحاول نشتغل عليه، دي مباراه صعود يعني بالنسبه لنا، يعني لازم نكسب لازم نصعد، يعني الموضوع مش والموضوع مثلا هو مش انجاز، يعني انا مش بطلع عشان انجاز، احنا متعودين على كده، النادي الاهلي ما بيخرجش لازم بنكمل. وده اللي احنا متعودين عليه وتعلمناه جوه النادي، ما بنلعبش على ان احنا مثلا بنلعب ادوار كده، لا لازم نوصل للي بنلعب على النهائي. عشان كده الموضوع لا الموضوع كلنا مركزين ان شاء الله باذن الله تعالى نعدي الماتش اللي جاي وهنوصل ان شاء الله باذن الله تعالى النهائي كمان. يعني طمن جماهير